السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. بناء على رغبة المتابعين أردت العودة إلى هذا الاشتباه للخبيئة أو ران أو تكنيز هنا مخبأ. اشتبهت هذه الخبيئة في اختلاف لون الصخرة مع هذا الإغلاق هنا والتركيب. ها هو تركيب ليس طبيعي. أيضا وجود بصمة، ها هي أنها واضحة، بصمة تثبيت، جرن تثبيت، وأيضا هنا هذا جرن تثبيت، وهذا الإغلاق هنا. فأردت إعادة تصويرها حتى نتأكد منها جيدا. سوف نحاول فتح القليل منها. ها هي كما تشاهدون. انظروا إلى هذا التركيب، هذه صخرة وحدها صغيرة، وهنا هكذا صخرة ثانية وثالثة. هذا إغلاق على شيء ما. انظروا إلى الصخرة كلها، هي في الحقيقة وكأن الصخرة نفسها تغلق على شيء ما خلفها، كأنه بوابة لمدفن خلفها. ها هو، انظروا، سوف نحاول نزع بعض الصخور. ها هي، ها هو إغلاق على شيء ما. ها هو صخرة كأنها خلفها شيئا ما مغلق. ها هي، انظر كيف هي فتحت. أنها تغلق على كأنها بوابة. لحظة أعتذر، سوف أحاول فتح القليل حتى يتضح لنا أكثر فأكثر. سوف أبتعد قليلا حتى يتضح لكم. ها هي، انظر إلى هذا الإغلاق، انظر إلى هذه الصخرة كيف متكئة على إغلاق ما. هذه أظنها خبيئة لقربان، خبيئة قربان، أوران قربان، أوران عبور. انظروا إلى هذه الصخرة، هي تغلق شيئا ما خلفها. انظروا إلى هذا التركيب هنا، هذا تركيب صخري. هذا تركيب هنا صخري يغلق شيئا ما خلف هذه الصخرة. ها هو إغلاق صخور. ها هي كما تشاهدون. دمتم في رعاية الله وحفظه، انتظروني إلى الفيديو القادم إن شاء الله.